مستمعينا الكرام، تابعنا الشوط الرئيسي وتابعنا أغادير للسيد علي بن بخيت بن عويضة، من سجلت إنجازا آخر مهما جدا في رصيد إنجازاتها. تهانينا للسيد علي بن بخيت بن عويضة على انتزاع الكاس وانتزاع الجائزة النقدية وأيضا انتزاع الجائزة المقدمة من مركز الدوحة البيطري، مشكورين. وعلى إحراز التوقيت الممتاز 2:06 ينطلق شوط رئيسي آخر، شوط مهم جدا، وهو الشوط الأول للمفاريد القعدان المتأهلات، وأيضا لم تصل إلى هذه المرحلة وهذا الشوط إلا أنها تألقت تألقا كبيرا في السباقات الماضية وتأهلت لأيضا دخول هذا الشوط المقدمة والصدارة. هذا هو شاهين سعد بن سالم بن عويج الهادري، يتصدر هذا الجمع الهائل للمركز الثاني. انتقالتنا مع النايف سالم بن محمد ادعبة، وصل شعار بن شفيع على المركز الثالث، يتدخل مع الواعد سالم بن شفيع ألف هيده المري مع شعار الواعد، الشعار الواعد يا بن شفيع. المركز الرابع، الرابع مع منحاش مشعل بن حمد بن حسين البريدي، ونحاش من هذه الأسماء يا منحاش، أسماء كبيرة جدا. المركز الخامس، الدخول والتجاوز من قبل رمز محمد بن حمد بن جهويل النابت، ولكن نعود مع آخر 600 متر إلى شعار السلطان، إلى شعار النايف، شعار ميثاق على ظهر الواعد سالم بن شفيع ألف هيده المري، ولكن يا بن شفيع وصل بن جهويل، وصل بن جهويل، وصل راعي العوايد مع رمز، مع رمز محمد بن حمد بن جهويل النابت، يا سلام، والعصاقوس، وبدأت التعليمات، بدأ الانطلاق في هذه اللحظة. الواعد، الواعد مع المضمر الواعد سالم بن شفيع ألف هيدا أم رمز، رمز يبحث عن هذا الرمز، يبحث عن هذا الرمز المهم جدا، المهم والقوي محمد بن حمد بن جهويل النابت، والثالث، عطني الثالث، عطني الثالث، جاوز جاوز، يا سلام يا سلام يا سلام. النايف سالم بن محمد ادعبه، وصل النايف، تجاوز النايف وانتزع الكاس والمركز الاول، يا سلام عليك يا مالك النايف سالم بن محمد ادعبه على الوصول في اللحظات الاخيره. كم هو صعب مع هذه المسافه القصيره والتوقيت الممتاز 2:08 11 جزء من الثانيه. المركز الثاني كان مع الواعد للسيد سالم بن شفيع ألف هيدا، والثالث كان رمز للسيد محمد بن حمد بن جهويل النابت.